الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 20، وإحنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت إن إحنا عملنا المعماري الدور الأرضي ونزلنا عليه المحاور بتاعتنا. قبل ما ننتقل للجزء الإنشائي برضو إحنا بنحب دايما أراجع المعماري، يعني المعماري ده صح أنا اللي عامله، صح أنا اللي حافظه، إنما برضو ابدا اراجع اماكن السلالم مظبوطه، ده مظبوط، يعني ابص نظره شامله كده على المنشأ بتاعي، عشان ان لا قدر الله في اي خطأ اقدر ان انا ابعد عنه. يعني كنا انتهينا ان احنا عملنا الواجهه البحريه، وانا زودت هنا بس اللي هو الايه الدور الارضي او تفنيش الايه الدور الارضي، طلعت الشباك مكانه وطلعت الباب ده مكانه، وعملت الباب بتاع الايه المدخل بتاع الجراج بتاع العربيه. بس احب انوه ان انا لما جيت مثلا اعمل ارتفاع الشباك بتاع جناح الضيوف اللي هو يعتبر من بره، لو نشوف حضراتكم انا اخدته على بعد كام، انا اخدته على بعد 170. طبعا ليه 170؟ لان انا عملت حسابي فيه منسوب المدخل، نبص بص على المدخل بتاع البيت، قلت والله انا لو واقف هنا على الرصيف ده، لو انا هفترض ان الضيطم اللي انا واخده ده هو الرصيف، يعني ممكن انزل تاني برل ده 15 سنتي واكتب منسوب الزيرو، لان انا المفروض برضو والكود علمنا هذا، ان احنا لما نيجي نرسم واجهه زي كده ما نسيبش الامور بدون معالم. يعني عندي هنا حضراتكم اخد خط واكتب منسوب، يعني عند النقطه دي كده اخد خط واخد الايه واكتب المنسوب بتاعي. المنسوب هنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين بشكل سهم مقلوب، وابدا اكتب منسوب هنا مثلا زائد 15، يبقى انا عرفت ان انا واقف هنا على ظهر مين؟ الرصيف كده. ابدا عند الخط اللي هنا برضو، انا معلش بمشي بالتفاصيل المعماريه ايه سريعه عشان نبقى عارفين ازاي بنفنش اللوحه بتاعتنا. عندي هنا حضراتكم هقف برضو، اعمل خط بارل ده اوضح السمك بتاع الخرسانه بتاعي، واوضح التفنيش سي ان انا هاخد 10 بالنسبه للتفنيش، وعندي بلاطه سي 14 سنتي فرضا يعني. خلاص بقول له انتر. وهنا حضراتكم سوري انا عملت المفروض اعمل كوبي على 25، بقى اعمل اوفس تاني على 0.15 اللي هو 14 سنتي اللي هي سمك البلاطه بتاعتي، عشان اوضح بس المنسوب ظهر اهو، دي كده 10 سنتي اللي هو يعتبر التفنيش بتاع الدور بتاعي، ده سمك الخرسانه المسلحه بتاعتي، يبقى انا بوضح هذا الكلام. باجي اقفله هنا اهوت وافتح قوسين واعمل سهم مقلوب وابدا احط المنسوب ما بين خطين، اوضح ان دي خرسانه مسلحه واعمل لها تاشير الخرسانه المسلحه زيها زي العمدان بالظبط، واقول ان ده منسوب مثلا سي زائد 4 متر و15، لان انا عندي ده هيبقى منسوب كام؟ زائد 15، اخد بارل ده تحت 15 عشان اجيب منسوب الشارع، يبقى انا عندي الصفر، عندي ده زائد 15، عندي الظهر اللي فوق اللي هو ظهر التشطيب بتاع الدور 4 متر و15 اند سو اون. بقى ابدا اخد كوبي من الشكل اللي انا عملته ده اهو بين النقطة دي، واطلع قدام منسوب كل دور من تحت البلكونة كده، وابدا احط المناسيب بتاعتي وابدا اوضح. انا اسف دي نعملها اندو، دي المفروض انا بطلع على الدور اهو، يبقى كده حضراتكم انا وضحت برضو في الارتفاع او في القطاع الرأسي او الواجهة الرأسية وليس القطاع الرأسي، في الواجهة الأمامية اللي أنا أخدتها اللي هي البحرية، وضحت كمان المناسيب ووضحت ارتفاع الإيه المنشأ. تمام. طيب عند آخر نقطة أخد خط واحد وأقول إن أنا عندي أوضح المنسوب ده برضو أهو. تمام كده، يبقى خلاص كده انا بينت كمان على الواجهه الاماميه بتاعتي، واكتب هنا برضو اوضح له انا واقف فين بالظبط، انا واقف واجهه بحريه ولا واقف واجهه دي، يبقى انا اوضح له هنا ان انا كنت شغال هنا على الواجهه البحريه، الواجهه البحريه، يبقى انا كده وضحت له برضو. يبقى انا ما سبتش اي معالم غير واضحه هنا، ما سبتش اي معالم غير واضحه، واخدين بال حضراتكم؟ ارتفاع الدور ده احنا خدناه قلنا هنبقى هنا زائد 15، وعندي فيه 3 درجات سلم احنا خدناهم جوه لو حضراتكم تتذكروا، يعني اهم بسم الله الرحمن الرحيم ادي 4
3 قايمه، وعندي هفترض ان البيت نفسه هيرتفع 15 سنتي. يعني ايه ارتفع 15 سنتي؟ يعني لما اجي احط المدخل بتاعي ده اهو كده زي على بعضيه، اخده واعمل له موف 15 لفوق عشان اوضح ان انا عملت درجه او المدخل، يبقى انا كده وضحته. واخدين بال حضراتكم؟ وابدا اقفل الشكل بتاعي، بس نخليه برضو ايه يعني يكون المسافه لوجيك، يعني يبقى دي قد دي. اوضح ان انا عامل هنا درجه اهو، يبقى كده انا عرفت ان انا المنسوب بتاعي او الباب بتاعي بيفتح من فوق الدرجه دي اللي هي موجوده هنا. يبقى كده دي تحت النقطه دي اللي هي منسوب الضلوع الارضي، هنا منسوب موجب 15، يبقى هنا منسوب كام؟ ها موجب 30، زائد انا عندي فيه 3 سلالم جوه تاني، يبقى انا عندي الارتفاع الاجمالي بالنسبه لي هنا حضراتكم يعتبر 4 درجات ب 60 سنتي. 60 سنتي وانا خدت يمكن دي 10 بس، معلش خدت دي 10 بس، خدتها 170. اوضح برضو اقيس تاني، تمام كده مظبوط 170. يبقى انا خدتها بس من الحته دي 10 سنتي، المنطقه دي كده 10 زائد متر اللي هو ارتفاع الشباك من البلاط، يبقى انا عندي في ال 70 سنتي الاولانيين دول اللي هم عباره عن رفعيه المنسوب المدخل زائد الثلاث درجات اللي جوه، واضفت لكده ايه؟ ها المتر اللي هو يعتبر من ارضيه الدور الارضي لحد جلسه الايه؟ جلسه الشباك. هنا فتحت باب الجراج وبينت له ان في عربيه، هنا في بعض الشغل اللي هو الايه الديكورات، ودي جاهزه كل الشغل ده جاهز، وان شاء الله انا هحاول اجمع لكم الملف ده وابعته. بيوضح البطنيه، اتاكد المحاور بتاعتي سليمه، محور الف على بعد سي 6 سم من شفه البلكونه، وده احنا كنا عارفينه اهو. انا براجع الكلام ده ليا يعني بالنظر كده وانا ماشي، ادي محور الف منتهي الى محور سين، هم دول فعلا المحاور اللي كانت متوفره على الدور الارضي. برضو ابص بص على الدور الارضي، ادي محور الف وادي محور سين، يبقى كده انا شغلي سليم. بناء على هذا ابدا اشطب الواجهه الثانيه، وابدا احط الواجهتين سيف في مكان واحد، بعد كده اعمل لوحه ثانيه لو محتاج برضو اعمل واكمل لوحه. يبقى انا كده عملت المعماري سي على 3 لوح، سي ان انا عملت كده معماريات بتاعتي يا جماعه على كام لوحه؟ 3 لوحه. دي لوحه رقم 1، اللوحه رقم 2 انا عملتها اللي هي القطاع الرأسي زائد كروك الموقع العام زائد الواجهات. ما كفتش دي في الواجهات، اعمل كوبي تاني من الكلام ده واخد الواجهه الايه الاخرانيه، بس اوضح ان التانيه تبقى واجهه ايه؟ واجهه شرقيه. يفضل ان انا اخد كروك الموقع العام ده اهو حضراتكم واعمله فيه برواز كده، يعني بعد ما اخلص انا الكروك واكتب عليه كل اللي انا محتاجه اجي عامله برواز كده واجي واخد منه كوبي، ودايما احطه في كل لوحه، يعني دايما انا ايه احاول اصغره بحيث انه يخش لي فين؟ في الزون ده، يعني كده اصغر الشكل. انا خلاص حطيت ده كروك الموقع العام بالنسبه للوحه ككل، هاخد الشكل ده كله على بعضيه بعد ما اكتب جواه مثلا هنا شارع، هنا شارع، هنا شارع عرض كذا متر، هنا شارع عرض كذا متر، هنا الموقع المطلوب ترخيصه، واي ديتيلز انا حاططها هنا. هاخدها حضراتكم وابدا اصغرها شويه سي 0.75، وهاخد الشكل بتاعي ده كله على بعضيه كده واعمل كوبي منه، ودايما احطه في اللوح عشان برضه لما يفتح اي لوحه، نفترض ان اللوحه دي في مجلس المدينه ناس افاضل كل اللوح اللي بنوديها بتضيع، فيبقى احنا اسمنا يعني عملنا لوحه احنا، يبقى عارف دي لوحه مين، يعني واخدين بال حضراتكم؟ ده كروك الموقع العام، انا خدت صغرته، ودايما بحب انا احط على كل لوحه كروك الموقع العام بالاضافه للكروك التفصيلي اللي هو موجود فوق. كده احنا خلصنا المعماريات، هبدا بقى نتكلم على تجهيز ملف، علشان ده اللي هبدا اشتغل منه ان شاء الله مرحلة التصميم ومرحلة الدخول للبرامج إن شاء الله، وعليها هيتم شرح الكود المصري. أنا باخد كوبي من هذا الكلام وهبدأ أشتغل بيه حضراتكم. كده خلاص أنا خلصته أو خدت منه كوبي، هبدأ أجهز الملف ده وأبص عليه بصة سريعة وأعمل كده زي قراءة سريعة للأماكن محاوري، قطاعات القمر، قطاعات العمدان وما إلى ذلك، تجهيزا للانتقال لمرحلة التصميم. وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يساعدنا، لأن
ان شاء الله. واحنا بنصمم، احنا شويه موسعين الدوره، احنا هنصمم بالوركينج وهنصمم بالالتيميت ده طبقا للكود المصري. هنبدا نخش على الكود الامريكي ونبص عليه بصه، وانا متعمد الكود الامريكي لسبب ان معظم البرامج الانشائيه انتاج امريكي، فبالتالي هي بتعتمد اعتماد كلي على الكود الامريكي وعلى معادلات الكود الامريكي علشان نقدر نعرف الفروق وامتى اتغاضى عن الفرق وامتى اقول لا انا مش هستعمل هذا البرنامج في التصميم بالكود المصري. انما عايزين نتفق مع بعض ان برامج التحليل الانشائي لا تختلف طبقا للكود. بمعنى ايه بقى؟ النهارده انا حضراتكم انا عملت منشا، والمنشا ده انا بعمل له اناليسز عشان اجيب الستريننج اكشن موجود على كاميرا، عايز اجيب كذا عايز اجيب كذا، دي مش بتعتمد على الكود لان اوتوماتيك انا جوه الداتا بتاعه البرنامج نفسه انا بغذيه بالاحمال المطابقه للكود بتاعي. انما المشكله بتيجي فين؟ المشكله بتيجي وهو بيعمل اناليسز مثلا على حاجه زي الزلازل، اناليسز على حاجه زي الرياح، دي بتبقى كريتيكال شويه، يعني بيبقى فيها اختلافات وديفرنس ما بين منطقه ومنطقه. في مناطق او بلاد بتبقى فيها الزلازل رهيبه، يعني زي امريكا في بعض المناطق وخصوصا كاليفورنيا شويه نشطه زلزاليا، اليابان نفس الشيء، الجزر اللي بتبقى موجوده داخل المحيطات وداخل البحار هي عرضه اكثر للزلازل، وبالتالي لها كود خاص ولها اشتراطات خاصه، وما اقدرش اخد الداتا بتاعتها واقول والله انا هحلل عليها واشتغل منها. انما ممكن نشتغل على زلزال شبيه، يعني احنا نقول مثلا انا اخر زلزال عندي في مصر كان قوي سي اللي هو زلزال سنه 92، اشوف الزلزال ده ايه مؤثرات على المنشآت، ازاي اخد الهيستوري بتاعته او التايم هيستوري بتاعته، ازاي اطبقها داخل برنامج زي الساب. في النهايه خالص انا هاخد ارقام قريبه جدا من الكود المصري، شويه نتعب بايدينا شويه نفهم معطيات الكود المصري، هيخلينا بسرعه شديده جدا نقدر عفوا ان شاء الله نوصل لمرحله ان انا احط قدامك المعماري تقول لي استيميشن كده العمود ده كذا العمود ده كذا الكاميرا دي توصل لكذا. طبعا انا مش بقول كده ان انا هستغنى عن التصميم، لا، احنا بنقول الاكسبيرينس بتاعتك او خبرتك تبدا تزيد لدرجه ان يكون حكمك على القطاعات الى حد ما قريبه، الى حد ما تكون قريبه. طيب احنا عشان نبدا نشتغل على حاجه زي كده حضراتكم، المفترض بقى يعني احنا ننسى خالص ان احنا اللي عملنا هذا المشروع، ننسى تفاصيله ونقول والله انا جات لي اللوحه دي من المهندس المعماري وانا خدت اللوحه دي كراجل سيفل وهبدا اشتغل فيها كمهندس انشائي. النهارده لما يكون دي محاور المعماري بيحترم مهنته وبيحط لي محاور معماريه، انا كراجل ديزاينر اعمل محاوري واحترم المحاور بتاعتي. بمعنى ما اخدش المحاور ديت واخش على برنامج زي الساب واقول له والله انا عندي محور كذا وعندي محور كذا وعندي محور، لا، الكلام ده مش هيبقى لوجيك، مش هيبقى منطقي. انا هاخد الشغل ده حتى لو في عمدان بتستوجب الترحيل هرحل، عايز عمدان تركب عمدان بسي ب 25 سم زي ما كنا واحنا شغالين في الانشاء كده في المعماري كنا بنفكر فيها واحنا شغالين، كل الكلام ده هنعمل له موديفاي وهنظبطه ونظبط المحاور بتاعتنا اللي منها ان شاء الله هنبدا ننطلق بيها الى برامج التصميم والتصميم بالكود المصري. ممكن بقى خلاص انا ارقام المحاور دي الكلام ده كله انا مش محتاجه، الدايمنشن كمان يا جماعه انا مش محتاجها في هذا الشغل، انا هنا حضراتكم اخدت سقف متكرر. بالمناسبه برضو عشان ما ننساش، نفترض ان احنا برضو ايه يعني تسهيلا للعمل عشان ما نضيعش وقتكم كتير خالص، افترضوا ان انا يعني هثبت اللي هو معماري الدور الاخراني اللي هو كان 3 في 364 اللي هو في مساحه المنور بتغطي ال 12 وايه ال 12 ونص، وده هناخده ان هو ايه متكرر تحت. احنا بس ايه هنظبط الاماكن بتاعتنا دي حضراتكم، انا بس هغير اللون ده انا بس عشان ايه اسهل بالدوره والدوره توصل لمبتغاها يعني ان شاء الله. انا خدت بس هنا لون اخضر كده عشان اعرف دول موقعهم فين عندي في الرسم، وهاخد كوبي منهم عشان اعرف بس حدود المنور بتاعتي كانت فين، ومن الناصيه اليمين السفلى هروح على الناصيه اليمين السفلى واحطه. طيب على بسم الله الرحمن الرحيم كده حضراتكم انا حطيت الخطين اللي هم بتوع المنور، ابص عليهم بصه هنا يعني ما فيش حاجه يعني كتير هتتغير، انا بس هدلت الجزء ده
اهو انا هفترض يعني هو ده المعماري اللي انا هاخده واعمل عليه تصميم، لان انا برضو ان شاء الله عايز احطه في القواعد، كل نماذج القواعد الموجوده عايز احط في ان شاء الله في التصميم بتاعنا. اي معلومه ان شاء الله هتكون مفيده للزملاء هنشرحها، حتى لو هنشرحها مانوال وبعد كده نخش على البرامج. المهم ان احنا ان شاء الله نحاول يبقى فيه استفاده، وما يبقاش فيه حته ايه يلا برج نعمل لبشه، يلا نعمل اللبشه، ده كلام مش منطقي. انا في النهايه خالص عايز اصمم هذا المنشأ، ازاي هوصل بالتصميم بتاعي مثلا ان انا ممكن بدل ما اصمم لبشه اعمل قاعده شرطيه بتشيل مجموعه من العمدان، يعني الكلام اللي انا بدردش فيه ده سريع، اخد هنا مثلا ده اخده قاعده شرطيه اخد تشيل كل العمدان دي، ده قاعده شرطيه تشيل كل العمدان دي، قاعده شرطيه تشيل كل العمدان دي، واعمل لبشه تحت الشير وول بس وهكذا، وبعد كده اربط في الاتجاه العكسي ب ستريب بيم او بشدادات تصمم على فرق الهبوط اللي هو ممكن يحصل. ده ممكن يبقى نظام انشائي، واحسبه واشوف اخباره ايه بالنسبه للتصميم الاقتصادي. ممكن زي ما الناس ماشيه نعمل لبشه ونقارن ما بين سعر اللبشه وسعر القواعد اللي من النموذج اللي انا بتكلم عليه، ولما ناخد قرارنا ان البيت ده يتعمل لبشه يبقى انا واخده كقرار مهندس دارس فاهم انا عملت ايه بالظبط، عارف معطيات المنشأ بتاعي، وقادر ان انا اتفاعل معاه باي صوره من الصور. هندلت حضراتكم كل الدايمنشن اللي هي موجوده هنا، انا مش محتاج الكلام ده خلاص، الكلام ده كان بيخص الزميل المعماري، وانا زي ما هو بيحترم مهنته انا هحترم مهنتي وهحط محاوري الانشائيه اللي انا هصمم عليها. انا كده حضراتكم معلش بدلت لكم الارقام دي كلها خلاص، والمره لو في محاور هتختفي نتيجه ان انا شلت حطين هشيلهم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا اسف، كان المفروض انا عملت الشغل ده قبل ما اخش المحاضره، بس هو والله يعني انا اسف والله دي وقت. كده انا دلت تقريبا الارقام اللي انا مش هحتاجها خالص، لان انا هبدا اتعامل مع الشغل بتاعي بايدي بقى. طيب كده انا خلصت. بالنسبه لي انا العمود ده لو انت مش محتاجه هنا اوكي، ولو محتاجه اوكي، وانا هحل المنشأ مرتين على فكره ان شاء الله، ونحاول قدر المستطاع يا جماعه ان تكون العمدان بتاعتي كلها تكون متربطه في اكتر من اتجاه، تكون متربطه في اكتر من اتجاه. العمود ده احنا اتفقنا ده هيبقى موجود فقط في الدور الارضي. لو انتوا فاكرين طبعا وانا بعمل هاتشنج للعمدان فاخترت العمدان كلها واديتها امر واحد، وبالتالي لما بهشر اي عمود او اسف لما بنشط اي عمود كل التأشير ده هيروح، انا مش محتاجه. نبدا نشيل الشغل اللي هو موجود هنا ده انا مش محتاجه، او الخط ده مش محتاجه. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي كده يبقى انا عندي هسيب بس طبقه الوول وطبقه الايه العمدان، باقي ما باقي كل ده انا مش محتاجه في حاجه، يبقى بس هنخش على الوول. طبعا انا ايه انا بظبط دلوقتي النموذج بتاعي عشان اشتغل، كنترول اول هطفي كله، هيقول لي الكرنت مش هطفيه اوكي، هسيب طبقه الكولم وهعملها هي الكرنت، هقول له اوكي هي كده بتنور اوتوماتيك لوحديها. هسيب طبقه الوول واسيب طبقه الايه الكولم بس هي العايده، هقول له ابلاي، اقول له اوكي، ده الشكل بتاعي اللي طلع، هاخد منه كوبي وانزل بيه تحت هنا. بعد كده انشط بقى كل الشغل اللي عندي، كنترول اول واقول له كل الطبقات اكتف، كل الكلام ده انا مش محتاجه ادلته خلاص. كده انا خدت الشغل المعماري وهبدا اشتغل كراجل انشائي.
المحاور اللي احنا بنتعامل معاها جوه اي برنامج انشائي هنتعامل معاه، هو بيتعامل مع المحاور بتاعه الايه، بتاعه القطاع نفسه او بتاعه العنصر. يعني على عمود انا بتعامل مع السنتر لاين بتاع العمود، مع كاميرا بتعامل مع السنتر لاين بتاع الكاميرا. ده اللي بيخلي احيانا لما بنيجي ناخد الرسم المعماري او اسف المحاور المعماريه، واجي اشتغل على البرنامج الانشائي واقول له اعمل لي فيو للشكل مجسم، ممكن الاقي كاميرا طايره عن عمود، مش متسنتره مع العمود صح. فطبعا ده كله بيبقى كلام مش نبدأ نخش على الشغل بتاعنا. احنا هنعتبر ان دي العمدان اوكي بتاعتنا، الخطوط المزدوجة دي خلاص مش هيبقى لها لازمة خالص. حضراتكم انا هاخد هنا كاميرا بعرض العمود 25، يبقى انا ممكن اعمل موف لده بمقدار 0.12.5. خلاص اوكي، ادلت اللي هو على بعد 12 ده. خلاص يبقى ده المحور بتاعي بتاع الكاميرا اللي انا هنقله سواء كان للساب او للسيف او ايا كان. حضراتكم هكنسل ده خالص، هدلت ده خالص، هاخد هنا خط. تمام حضراتكم، الخط ده هعمله موف 12.5 سم. يبقى كده يا جماعه انا كل اللي بعمله انا حاليا انا بخلق محاور للشغل بتاعي. انا شغاله سيف طبقه الاول، خليه زي ما هو لحد ما نخلصه خالص ونبدا نشتغل عليه. هنا حضراتكم برضو هكنسل ده، وهبدا اخد خط من هنا. نلاحظ كده حاجه يا جماعه، ان الخط ده لما جيت اخدته مركبش العمود. يعني الكاميرا اللي انا هعملها دي عشان تيجي تشتغل، هتشتغل كلها فين؟ هتشتغل كلها على الحيط. لا انا الكلام ده مش هينفعني، يبقى انا هستأذن المعماري واقول له لا اعمل لي موف للعمود ده 25 سم. تمام كده، يبقى انا شوف انا عدلت، انا بعدل وانا شغال كمان. واخدين بال حضراتكم ازاي انا بعدل وانا شغال كل الخطوط دي اللي على بعد 12 سنتي انا مش محتاجها خلاص. هدلت الكلام ده كله، سوري اسكيب ديليت. اوكي ده ديليت كده خلاص. هنا حضراتكم انا كده عملت موف لده، هاخد ده كده حضراتكم وانقله 12 سنتي ونص. يعني انا بظبط اللوحه ليا انا كراجل انشائي. الكاميرا دي حضراتكم هاخدها 25، هاخدها 25 سنتي. يبقى انا هعمل موف، يبقى الكاميرا شوف طلعت فين، هتطلع لفوق. يعني البروز بتاع الكاميرا دي مش هيبقى في المطبخ، من السقف هيبقى بروزها فين؟ بروزها في الحمام. 0.12.5، ادلت الجزء ده خالص اهو. يبقى كده جليت، ابدا امد الكاميرا بتاعتي لحد ما تقطع لي الشغل بتاعي الكاميرتين. تمام الكاميرا دي حضراتكم هعمل موف لده 12 سنتي ونص. او طبعا السناب انا معايا شغال اساسا، هاخد ده اهو كحضراتكم واخد كوبي منه او اعمل له موف واشيل كل الشغل اللي هو هنا ده، خلاص انا مش محتاجه. ادلت الشغل ده خالص، خلاص كل ده كده خلاص. الخطوط اللي هي في هذا الاتجاه انا مش محتاجها نهائيا. تمام يبقى انا عندي الخط ده بس هو اللي انا هشتغل عليه. هاخد برواز كده حوالين اللوحه بتاعتي من بره خالص عشان بس الكلام يوضح، واعمل هنا امد الخطوط بتاعتي دي. هو حتى متاخد بايلير، يعني لو متاخد داش انا هاخده بايلير. اسكيب. تمام يبقى ده محور الكاميرا الأولانية، ده أنا مديته للآخر هنا يا جماعة عشان ده اللي أنا هاخد عليه المقاسات اللي هخش بيها على البرنامج. إنما لما أجي أنقل الساب مثلا هبدأ أقطع على العمدان، هبدأ أكس العمدان وأحط النقط اللي أنا هروح بيها على البرنامج. واخدين بال حضراتكم؟ يعني الغرض من الرسم اللي أنا برسمه حاليا هو إن أنا هاخد المقاسات اللي هي
من السنتر للسنتر اللي هي في محاور الكاميرات اللي بيها اخش على برنامج التصميم اللي انا محتاجه. انا هاخد برضو موف لده هنقله في النص، يبقى خلاص ده المحور بتاع الانشائي، ده المحور الانشائي للشغل. تمام، برضو انشط هنا حضراتكم، انا خلصت ده اعمله. الا انت لو وقفت عليه وعملت دبل كليك مرتين هو بيمتد لكل الاطراف. خلاص انا عندي ده جه على المحور موجود، اوكي دلته. عندي هنا حضراتكم هاخد ده، هدلت الجزء ده خالص، هاخد ده كده واعمل له موف 12 سنتي ونص. اوكي هروح اقطع بيه الكاميرا، تمام مظبوط كده، نعمل له الامتداد بتاعه عشان ننتهي منه. هنا نفس الكلام، هنا في خط زيادة جوه اشيله ادلته. تمام كده، كده انا خلصت الجزء الاولاني بنفس الفكر وبنفس الكيفية عشان ما ضيعش وقت حضراتكم بقى، ان احنا كده ان شاء الله اعتقد ان احنا الحمد لله وفينا المعماري حقه، وعايز برضو الزملاء ما يزهقوش مني عشان نبدأ نخش على شرح التصميم باستخدام الكود المصري. يبقى هو ده الملف اللي انا بجهزه، ولما هحتاجه انا ان شاء الله ايه برجع له تاني، وانا هقعد بقى ايه اشطب الشغل ده بنفس الفكرة ان انا احط المحاور بتاعتي في نص الكاميرات وفي نص الاعمدة، في نص الكاميرات ونص الايه الاعمدة، هي دي المحاور اللي انا هروح بيها البرنامج الانشائي. يبقى انا لما اجي اقول له حط لي عند 0 0 اوكي، حط لي وراه على بعد 3 99، حط لي وراه على بعد 4 26 وهكذا، صح؟ يبقى انا كده اخدت المحاور. طبعا انا عندي في محور هنا هيسقط انزله واخد مسافته، محور هيسقط. المهم بعد ما اخلص كل اللوحه بنفس هذه الكيفيه، بنفس هذه الكيفيه هاخد المقاسات بتاعتي من هنا واخد مقاساتي من هنا، وهي دي الجريد اللي انا هحطها داخل برنامج الساب او داخل برنامج الايه السيف. وبعد كده عايز اجهز الملف انقله من الاوتوكاد للسيف، هنجهزه ان شاء الله، ومن الاوتوكاد للسيف برضو ايه هننقله، وهناخد الحالتين وهنصمم الايه ان شاء الله الحالتين مع تتبع الكود المصري واستكمال سلسلة التصميم والتحليل بالكود المصري ان شاء الله تعالى. يبقى انا مش هضيع وقتكم في ده، انا ده هجهزه بنفس الفكر اللي انا بكلمكم عليه. انا قلبت هنا المحاور المعمارية الى محاور انشائية، ما خدتش المعماري اشتغلت عليه، لا انا بظبط ملف ليا انا كراجل انشائي، وهو ده اللي انا هشتغل عليه، هي دي المحاور اللي انا هبدأ عليها الشغل، وباذن الله هننطلق منها الى التصميم. واسأل الله العلي القدير التوفيق والعون من فضله تعالى، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.